مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة وحلقة مميزة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. مثل ما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف رجلا مميز ومن زاوية رجال الأعمال الأكثر تميزا والأكثر نجاحا. رحبوا معي بالأستاذ مصطفى صاحب شركة بيترو إنرجي. بداية أسعد الله أوقاتك أستاذ مصطفى، أهلا وسهلا فيك. الله يسعدك بكل خير يا رب. الله يبارك فيك. بالبداية إحنا كثير فخورين إننا موجودين داخل الشركة الخاصة فيكم. بنحب نتعرف عليك ونعرف السادة المشاهدين أكثر بحضرتك عن بداية حياتك العملية في دولة الإمارات. كيف بلش موضوع البزنس معك؟ تفضل. أول شيء أهلا وسهلا فيكم وشرفتونا. الله يزيدك شرف. تسلم. شرف لنا. أنا اسمي مصطفى المعلم من سوريا. حياك الله. الله يسلمك. جيت على دولة الإمارات بال 2002 وبدأت أبحث عن فرص عمل جيدة هون في الدولة، لأن البلد هون ما شاء الله فرص العمل فيها والمجالات اللي فيها واسعة جدا، وبتدخلك مباشرة على العالمية والتعامل مع الأسواق العالمية بسهولة. تتعامل هون مع 190 جنسية، يفتح لك مجالات كتير كبيرة، فبتكون أنت جاي بهدف شيء معين، بتلاقي حالك أنك أنت أمام تجمع ضخم جدا من التجار والفرص اللي أنت بقى هون بتبقى تبحث عن الشيء اللي تأوجد فيه نفسك. بالتالي أنت ما انحصرت في مجال معين أو في مكان معين، بالعكس أنت ممكن تمارس عمل أنت بتحبه وتلاقي فيه فرصة نجاح كتير كبيرة، وأهم شغلة أنك أنت تكون تحبه. صحيح. الدولة هون ما شاء الله بيئة خصبة جدا للاستثمار، بتساعدك جدا من خلال القوانين، من خلال الأنظمة، من خلال الأشياء اللي مقدمت لك إياها لوجستيا، من خلال التسهيلات. بتتجاوز هون البيروقراطية اللي موجودة في أغلب دول العالم، حتى في أوروبا لبين ما تفتح أنت وتأسس شركة بتدخلك في متاهات كتير كبيرة وما بتعرف كيف بدك تمشي. هون الخط واضح مباشرة، معروف 1 2 3، أنت عارفان شو لازم تعمل لحتى توصل وتبدأ تشتغل وتبدأ تعمل 100%. تنقلت من مجال إلى مجال لحتى وجدت نفسي في مجال تجارة الزيوت، ولقيته مجال جيد وجميل وبنفس الوقت بيخدم المجتمع. لأن نحن تخصصنا بأن نحن نطلع من مجال تجارة الزيوت العادية إلى تجارة الزيوت المستعملة أو إعادة التدوير. وهاي الأشياء اللي هو كنا منتبهين جدا لخطوات الحكومة، والتاجر الذكي بينتبه وين متوجه الحكومة وبيتوجه معها. بالضبط، أحسنت، هاي نقطة مهمة. لأن قد ما كنا نحن شايفين الصورة صح، بيضلوا اللي في الحكومة والقيادات، قيادات الدولة، شايف الصورة العامة أكثر منا. صحيح. وين متجه العالم. ومن هون كانت نقطة الانطلاق، أنه نحن نستفيد من المخلفات البترولية ونفيد المجتمع ونخلصهم، نخلص المجتمع من هالمخلفات ونرجع نعمل إعادة تدوير بطريقة جيدة ونرجع نقدمها كمنتج جديد قابل للاستعمال، غير مضر للبيئة، وبنفس الوقت بأسعار رخيصة ومنافسة عن المادة الخام أو الأولية اللي بتخرج من مصافي النفط العالمية. جميل. وقدرنا نلاقي الصيغة ونلاقي المجال ولقينا الزبائن ولقينا المصادر، وبدأنا على هالأساس نحرك الأمور ونبني لبني لبني لحتى الحمد لله رب العالمين وصلنا لهالمواصيل هاي. برافو عليك. الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله عندكم أستاذ مصطفى، طبعا قصة نجاح فعلا مشرفة وبترفع الراس، بحطها وسام على صدري. تسلم حبيبي. الآن خلينا نتعرف أكثر على خدماتكم، على أنواع الزيوت اللي هي كيف الزيوت اللي عندكم. أوكي، أنتم بتعملوا لها إعادة تدوير، بس خبرنا أكثر، خلينا نشرح للمشاهدين عن الزيوت ولإيش استخداماتها. هل هي زيوت للسيارات، زيوت جير، زيوت ماكينة؟ فصل لنا أكثر عن هذا الموضوع. نحن مبدئيا أول ما بدأنا في العمل بدأنا نستخدم ننتج مادة هي عبارة عن مادة سوداء وتشبه مادة الفيول أويل، تستخدم للمحارق وللمراجل الضخمة، لمعامل الصهر، صهر الحديد، لمعامل صهر الألمنيوم، لمعامل الطابوق، أي مصنع. اللي هي نفس الزيوت اللي هي نفسها، ولكن هاي الزيوت لونها أسود. أوكي. فهي مقابلة لمادة الفيول أويل اللي بتطلع من مصافي النفط. الفرق فقط بأنها هاي جاي من مواد معاد تدويرها، وهاي طالعة من مواد خام، مواد رو ماتيريال طالعة من الأرض.
ومن هون بدأنا نحن عرفنا هو شو وين التارجت كاستومر اللي هن مصانع الصهر ومصانع الغلايات المياه ومصانع الورق. أي شيء يستخدم المصاهر أو أفران الحرارة العالي يحتاج إلى المادة تبعيتنا. أها حلو. فكان بقيان علينا أنه نحن نوصل للتسويق. والتسويق كانت مهمة صعبة في البدايات. صحيح. لأنك أنت عم تعطيهم منتج هني ما بيعرفوا. منتج بدهم يجربوا. حسنت. فتعذبنا في البدايات ولكن الحمد لله قدرنا نثبت أنه نحن المنتج اللي عم نقدم لكم إياه وفر على المعامل تكلفة استخدام المواد الخام في الأسعار وبنفس الوقت أعطاهم نفس الجودة بالأداء وبنفس الوقت نحن خلصنا البيئة من من هالمواد المخلفات البترولية اللي ما بيعرفوا وين يروحوا فيها. أحسنت ما شاء الله عليك، يعني أنت اختصرت علي سؤال كامل هيك. الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله عنك. تسلم حبيبي تسلم. ما شاء الله، يعني خلينا نحكي 3-1 اللي هي اللي السعر الأقل والجودة العالية وإنك خلصت البيئة منها إنها صارت مواد صديقة للبيئة، اللي هو هذا أنا بعتقد إنه سر نجاحكم وسر استمراريتكم في العمل من زمن طويل. خلينا نحكي الآن أستاذ مصطفى، شو الرؤية المستقبلية لإلك كبزنس مان ورجل خبرة بسوق دولة الإمارات؟ أكيد تعرف سوق دولة الإمارات ضخم وماشي للأعلى إن شاء الله للأمام. فشو وين حاب تكون بعد سنتين من الآن؟ والله يعني نحن عنا أشياء كثيرة عم نحاول نطورها وعم نحاول نجي بأشياء منتجات جديدة حلو ننافس فيها في السوق العالمي كمان. لأن حقيقة دولة الإمارات قاعدة جدا قوية لأي شركة حابة تشتغل على مستوى العالم. صحيح. ويكون في إلى كيان ضخم وقوي، يعني كلمة أنك أنت شركتك موجودة في يونايتد عرب إماريتس معناتها أنت براند نيم. بالضبط. انت مجرد كنت، فانت لازم تكون كشركه على قد هالمسؤوليه بانك انت حيطه يونايتد عرب اماريتس. صحيح. فلازم دائما تراعي المعايير والجوده اللي انت عمال بتقدمها للسوق العالمي، وبنفس الوقت تكون قادر بانك انت تنافس في الاسعار. طبعا هاي مهمه ما سهله، مهمه صعبه، ولكن البيئه اللي موجودين نحن فيها والحاضنه اللي مقدمت لنا اياها دوله الامارات عم بتساعدنا كتير كتير بإنه نحن نحقق هالأشياء هاي بأسرع طريقة وبأسهل طريقة. صحيح 100%. إن شاء الله رب العالمين متوقعين إنه نحن نوسع بمنتجات جديدة صادرة عن هالمواد البترولية، ونشوف كيف نغير أسواقنا. حاليا نحن الأسواق المستهدفة هي سوق الهند وسوق المغرب العربي وبنغلاديش والصومال. والصومال طبعا فتحنا لنا فروع في الصومال لأن كنا عم نبحث عن مصادر للمواد الأولية، وكنا عم نبحث لمصادر على أسواق جديدة مشان تسويق المنتج تبعنا. فكانت بيئة الصومال أصلا يعني كمان بيئة جاهزة لأن هي حاضنة تبدأ وجاهزة بدها، يعني بحاجة للمستثمرين، بحاجة لهالمواد هاي اللي نحن منتجنا. نعم. والحمد لله رب العالمين صرنا هلأ كمان 5 سنين في الصومال، وكمان مفكرين إنه نطور عملنا هناك، وعندنا مركز في المغرب. أحسنت. وسوقنا الأساسي هو سوق الهند اللي لا غنى عنه يعني، وبالإضافة طبعا للسوق المحلي اللي هو سوق الإمارات. سوق الإمارات هو الأول والآخر يعني، هذا لا غنى عنه، هذا هي كبيز. تماما أكيد. جميل ما شاء الله عنكم. طبعا أنا متأكد إنه خلال فترة زمنية قصيرة حنشوفكم تطورتوا أكثر وأكثر، لأنكم بتستاهلوا وبتستحقوا تكونوا ناجحين بحياتكم أستاذ مصطفى. الله يسلمك حبيبي. الآن بتعرف إحنا عايشين بالإمارات وإنت إلك هون 20 سنة بلس تقريبا. نعم. فأكيد تعرف إنه دولة الإمارات رقم 1 بالعالم تنعم بالأمن والأمان، بالرفاهية، بالبيئة الاستثمارية أيضا والسعادة. فبدنا رسالة شكر من بيترو إنيرجي ومن الأستاذ مصطفى كسي إي أو لهاي الشركة لشيوخنا وحكامنا الكرام. طبعا بنخص بالذكر سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد أطال الله في عمره رئيس دولة الإمارات. تفضل. والله يعني هو قد ما حد ما حاول أنه يعبر عن شكره وامتنانه لهالدولة العظيمة. نعم. قيادة وحكومة وشعبا. وشعبا نعم. صدقنا ما بيكون يعني ما بيوفيهم حقه. رسالة الشكر مجروحة سبحان الله. تماما. أستاذ أحمد البارحة لأجل الصدفة كانت عمال بحكي أنا وزوجتي عن موضوع انه
البيئة اللي مقدمت لنا إياها دولة الإمارات، الرفاهية اللي معيشتنا فيها، الأمن والأمان اللي موجود، بيستاهل إنك أنت تضحي في كل شيء بسبيل هالدولة هاي. بالضبط. بيستاهل بإنك أنت حقيقة يعني تشيل علمهم وتشيلهم على راسك من فوق. بالضبط. لأن هن الشيء اللي قدموه، ما في دولة في العالم، ما في دولة في العالم بيقولوا لك عالم دول العالم الأول ودول، حكي أنا ما بقتنع فيه إطلاقا. لفينا رحنا على أوروبا تماما ورحنا على بعض الدول والله كتير. ولا يعني الشيء اللي حققته مسيرة دولة الإمارات بخلال مثلا هالأربعين سنة أو الخمسين سنة، خمسين سنة اللي حققته، ما في ولا أي دولة في العالم ولا أكثر، دول ضخمة جدا ولا يمكن أن يقدروا يحققوا 10% من اللي حققوا. صحيح. التنسيق الإلكتروني العالي جدا اللي صار، الخدمات، النظام الأمني، الشيء يعني بصراحة ترفع له القبعة وتنحني له القامات. صحيح. شيء بفتخر أنه أنا موجود في هالدولة هاي. صحيح. في نقطة كثير مهمة كمان أستاذ أحمد، هاي اللي هي صعبة جدا جدا تتحقق في أي دولة في العالم، إنك تأمن الحاضنة الشعبية، إنك أنت المواطن مهيئ لأنه يستقبل جنسيات أخرى. نعم. ما عندهم عنصرية تجاه أي جنسية. صحيح. ما عندهم كبر أو إنه أنا أتعامل معك بفوقية. صحيح. هذا الكلام مفقود بكثير دول في العالم. نعم. الترحاب اللي بتلاقيه من الشعب، أنت بتستغرب إنه أنت يعني بيتعاملوا معك بكل ودية بكل أريحية، أنت لا سمح الله مثلا قطعت في مكان بتلاقي، صحيح، بتلاقيهم بيوقفوا بثواني بس بدهم يساعدوك 100%. الشرطة، الأمن، سوري، المواطنين اللي موجودين هم نفسهم كمان بيساعدوا. تماما. بحقيقة القيادة علمت شعبها والشعب علمنا نحن كوافدين. صحيح. صرنا مثلهم، شربنا من قيمهم، شربنا من مبادئهم، تعلمنا كيف نكون خلوقين مع غيرنا، تعلمنا كيف نحترم الإنسان كإنسان بغض النظر عن معتقده ولا دينه ولا لونه ولا لونه ولا شكله ولا عرقه. هاي الأشياء صدقني مفقودة في كل بأغلب دول العالم. في بعض الدول تصديقا لكلامك، بعض الدول عندهم جنسيتين أو لونين وبتكون قايمة لقيامة من عنصرية، من مظاهرات، من كذا. فإحنا الحمد لله رب العالمين، ألف الحمد لله على هذا. أي والله ألف الحمد لله على هذه الأرض الطيبة. وطبعا من قناة ABC العربية إحنا كمان نتشكر شيوخ حكام دولة الإمارات وشعب دولة الإمارات أيضا. نتشكرك أستاذ مصطفى المعلم لاستقبالك الرائع لنا ولحسن الضيافة في الشركة الخاصة بحضرتكم. حبيبي أستاذ أحمد، يا أهلا وسهلا فيكم منها للأمام، وإحنا كثير فخورين وسعدنا بلقائك. وأنا أسعد والله، وأهلا وسهلا فيكم وشكرا كثير لكم. ونهاية للحديث، الله يرحم الشيخ زايد مؤسس الدولة والشيخ خليفة والشيخ راشد ويخلينا شيوخنا ويطول في عمرهم، الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة والشيخ محمد بن راشد والشيخ سلطان، الله يطولنا في عمره ويديمهم فوق روسنا. فخر حقيقة. بالضبط. فخر لكل العرب، مو فخر بس للإماراتيين فعليا. وأنا بحسد الإماراتيين أنه عندهم قيادة مثل هالقيادات فعليا 100%. ما شاء الله عنك أستاذ. تسلم لي مصطفى، رسالتك وصلتني وبتمنى توصل جميع المشاهدين وأيضا شيوخنا وحكامنا الكرام. قبل نهاية البرنامج بحب أخذ منك موقع الشركة، وين إحنا موجودين بالشارقة؟ نحن موجودين في الشارقة في منطقة الصجعة الصناعية. سهل يعني الأمور، الوصول لأنه جدا سهل، والموقع اللي اختارت لنا إياه بصراحة إمارة الشارقة على شارع الإمارات الرئيسي، سهل للوصول إلى ميناء جبل علي، سهل للوصول إلى ميناء الحمرية في الشارقة، سهل إلى باقي الإمارات الشمالية، سهل للوصول إلى أبوظبي. فكان الموقع بصراحة اللي اختارته الإمارة لأنه يكون استراتيجي بكل معنى الكلمة، ما في أي شيء بيعيقنا، بالعكس تماما الأمور سهلة جدا. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. توفيق من رب العالمين. أكيد. بالبداية طبعا مشاهدينا الكرام، الويب سايت بأسفل الشاشة مع أرقام التواصل واللوكيشن لشركة بيترو إنرجي. شكرا لك مرة أخرى أستاذ مصطفى لوقتك الثمين. حبيبي أستاذ أحمد، يا أهلا وسهلا فيكم. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نختم حلقتنا لهذا الأسبوع. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC العربية وعلى السوشيال ميديا. دمتم بخير وفي أمان الله.